الخير على كل حبايبي، واهلا وسهلا بكم. يا رب يكون الجميع دايما بألف صحة وخير. تعالوا بقى نشوف رؤية ابن سيرين، تفسير ابن سيرين لرؤية السيارة. تفسير رؤية السيارة في المنام لابن سيرين. يفسر ابن سيرين ذلك على انك سوف تحظى بمكانة مرتفعة بين الناس او في عملك، وسوف تحتفظ بها. وعلى العكس، إذا رأيت في المنام أنك تبيع السيارة، فهذا معناه أنك سوف تفقد مكانتك أو مركزك، أو أنك ستصاب بعدم توفيق في بعض أمورك التي تقوم بها. طيب، تفسير رؤية ركوب السيارة. فسر ابن سيرين رؤية ركوب السيارة: إذا رأيت نفسك وأنت تركب سيارة ما، فهذا دليل على أنك سوف تمر بظروف صعبة، وسوف تتعرض لتخبط في أمورك وتتغير أحوالك، ولكنها في النهاية سوف تنتهي بحدوث أمر سار أو سماع خبر حسن. أو قد يكون ركوب السيارة في المنام دليل على الإقدام على عمل متهور أو سرعة في اتخاذ قرارات قد تكون خاطئة وقد تندم عليها فيما بعد. وقد يكون تفسير ركوب السيارة في المنام هو أنك مقبل على سفر بعيد. طيب، تفسير رؤية تعطيل السيارة في المنام لابن سيرين: إذا كنت تركب سيارة في المنام وتعرضت سيارتك لعطل، فأنا تفسير ذلك هو أنك ستصادفك مصاعب في بعض الأمور التي تحبها وتستمتع بها، وقد تحدث لك مشاكل في العمل أو الحياة الخاصة أو مشاكل مع بعض الأشخاص في حياتك. طيب، تفسير رؤية حادث السيارة في المنام: إذا رأيت نفسك في المنام وأنت على وشك التعرض لحادث السيارة ولكنك نجوت منه، فهذا تفسيره أنك سوف تنجو من أمر سيء كان سيحدث لك، أو أن شخصا منافسا لك يسعى للتخلص منك ولكنك سوف تنجو من مكائده. طيب، تفسير قيادة السيارة لابن سيرين. يفسر ابن سيرين رؤية الشخص لنفسه وهو يقود سيارة، فأنت شخص تنافسي وتسعى للقمة. أما إذا كنت تقود سيارة بسرعة، فأنت سوف تمر بمشكلة تشعر فيها بالغيرة من الآخرين، وإذا وقفت بسيارتك على رصيف السيارات، فأنت تقوم بعمل فيه مجازفة وبعض الخطورة، وخاصة إذا كانت الرصيف مرتفع بشكل واضح عن الأرض. طبعا يا حبيبي، دي كانت تفسيرات ابن سيرين بالنسبة لرؤية السيارة، يعني الشخص رأى في المنام سيارة. وكمان في تفسيرات أخرى برضو لابن سيرين: قد تكون رؤية الرجل لسيارة في المنام تبشر له بأن زوجته حامل، أو قد تكون رؤية التاجر لسيارة في المنام دليل على سعة تجارته وزيادتها والحصول على مكاسب كبيرة من أعماله، وتدل رؤية شراء سيارة في المنام على قرب سماع أخبار سارة أو حل مشكلة أو فك كرب. وإذا كان الشخص يقود سيارة أو يركب سيارة ثم سق منها في المنام، فإنه سوف يصيبه أمر سيء أو سيسمع أخبار سيئة. وإذا كان السائق في المنام يقود سيارة ثم يتوقف بها على جانب الطريق، ولكن السيارات التي تمر من جانبه كتيرة، فإنه سوف يتأخر عن رفاقه أو سيفشل في عمله ويتفوق عليه منافسيه. طبعا يا حبيبي، دوت كان كل التفسيرات، يعني كلها بالنسبة لموضوع السيارات، يعني لرؤية السيارة، يعني حد رأى في منامه سيارة. زي ما أنا قلت لكم كده بالتفسيرات، بكل تفسير قاله ابن سيرين. ماشي حبيبي، اتمنى ان يا رب يكون بفيدكم كده، وان شاء الله انزل لكم كل الاخبار الجديده والحصريه على عالم منوعات. انتظرونا بس على طول اول باول في كل الاخبار الجديده والحديثه ان شاء الله باذن الله. واتمنى يا رب كده تكونوا تستفادوا ان شاء الله من القناه. ولو احتجتوا برضو اي تفسيرات تانية يا ريت تسيبوا لي في قسم التعليقات. اشوفكم يا رب على خير، مع السلامه.